بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم يا آل بيت العصمة، السلام عليكم يا آل بيت النبوة، السلام عليكم يا آل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتجاوز عنا بمحمد وآل محمد، وادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وابعد عنا كل شر أخرجت منه محمد وآل محمد، بحق محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وعظم الله لكم الأجر بأربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لازلنا وإياكم بالصوت والصورة نتنقل ما بين الزائري زائري أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، من محور إلى محور، ومن محافظة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى، حيث مرور الزائرين من كل هذه المحاور هنا في منطقة الدورة، حيث هذا المحور المهم، هذا المحور الجامع بين مناطق مدينة بغداد، وكذلك المارين من محافظات الشمالية ككركوك وكالموصل وكذلك السليمانية وأربيل، وأيضا محافظة ديالى. كل هذه المناطق اليوم تمر من خلال هذا المحور، محور طريق بغداد كربلاء. وأيضا اليوم هو يصادف اليوم 16 من شهر صفر الخير، بدأ أهالي بغداد اليوم بالخروج بكثافة كثيرة وكبيرة لمساهمة في أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لا سيما كبار السن منهم، لأن باعتبار كبار السن يمشون بصورة بطيئة بصورة يسيرة، هنالك لديهم توقفات كثيرة ما بين محطة وأخرى، يمشون ما يقارب 5 كيلومترات أو أكثر أو أقل، ويرتاحون ومن ثم يكملون المسير، منهم المقعدين منهم المرضى. هؤلاء يصلون إلى كربلاء المقدسة يعني ما يقارب 6 أيام إلى 7 أيام إلى 5 أيام. أما الشباب، أما الصغار بالعمر الذين لديهم صحة جيدة وعافية، يصلون إلى كربلاء المقدسة ب3 أيام ويومين، وهنالك من يصل إلى كربلاء المقدسة خلال يوم واحد، يصل إلى كربلاء يقطع كل هذه المسافة ما يقارب 90 كيلو متر. نعم مشاهدينا الكرام، نحن كما عودناكم لدينا لقاءات مع أحباب الإمام الحسين، مع أنصار الإمام الحسين، مع زوار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم إن شاء الله. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى مصاب الإمام الحسين عليه السلام، وبمناسبة هذه الفاجعة الأليمة نعزي الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بمصاب الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس وأهل بيته وأصحابه. طبعا بالمناسبة بالنسبة للطريق، الطريق يوم عن يوم وسنة عن سنة وشهر عن شهر جاي يزيد، والخدمة الحسين ما شاء الله يعني كل سنة نتفاجئ بها. الطريق شو تريد موجود به، وشو تريد يعني موجود بالطريق، وخدمة، وما شاء الله الناس زوار جاي تمشي، وطريق كلش أمين، وما يعني حتى الدراج تشوف الدول جاي تجي، يعني هسه احنا جاي نشوف جنسيات ما شايفيها قبل. فقضية الحسين انتشرت في جميع بقاع العالم. زين، والحمد لله اشكر طريق زين. طيب انت باعتبارك اليوم شاركت باربعينية الامام الحسين، انت واصدقائك، طريقتكم بالمواساة اهل البيت الرحمه من خلال زيارتكم لاربعين، شلون تواسوا؟ انا انصح كل الشباب انصحهم، خاصه الشباب الواعين، ان يحمل معه صحيفه السجاديه، يحمل معه مفاتيح الجنان، يتكلم بينه وبين اصدقائه عن الركب السيده زينب، عن مسير الامام الحسين، شلون مشت السيدة زينب. يعني انصح كل الشباب ان يسوون هاي الفعالية، يعني خلي يستفاد من الطريق مالتن، يعني خلي يكون يعني بهدف، مثلا هو يمشي ويقعد بالموكب، يعني خلي يكون قضيته هي قضية الحسينية. زين، اثناء مسيركم وصار وقت الصلاة، راح تكملون المسير؟ اكيد اكيد اكيد، الامام الحسين عليه السلام استشهد من اجل الصلاة ومن اجل يوقف دين محمد، فاكيد نوقف على مود الصلاة والصراحة اكيد يعني، واهم شيء طبعا هي الصلاة بالمسير. الله يبارك الله بيك، الله يبارك بيك، رحم الله ودك، ونشكر قناة كربلاء على هاي المبادرة الرائعة. وقناة كربلاء طبعا هي عندنا الصفحة الأولى بالمواقع وبالهاي، الله يبارك بهم وان شاء الله يوفقهم لخدمة ونصرة الإمام الحسين عليه السلام. وعظم الله أجرنا وأجركم ان شاء الله. على راسنا الله. السلام عليكم حيمون.
عظم الله اجرك. على الكاميرا، حجي على الكاميرا، هاي الكاميرا افتري عليها. سلام على الحسين، سلام على اصحاب الحسين، سلام على اولاد الحسين، سلام عليك من ناصرك يا ابا عبد الله ورحمه الله وبركاته، السلام عليك يا شباب اهل الجنه، السلام عليك ابن فاطمه الزهراء، السلام عليك يا ريحانه الدنيا والاخره، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك ابن فاطمة الزهراء. لعنة الله متن قتلتك، ولعنة الله متن ظلمتك، ولعنة الله متن سمعت فرضت بهذا يا مولاي يا ابا عبد الله. اشهد انك كنت من الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة، لم تزك جانسها باجناسها ولم تلبسك مذلة ثيابها. اشهد انك كنت من دعائم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك من اهل الكتاب. السلام عليك يا ابا عبد الله. يا حسين يا حسين يا حسين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا باب الله. مأجورة حجية، مأجورة. الله يتقبل أعمالكم، يتقبل طاعاتكم، يتقبل هذه المواساة الحقيقة لآل بيت الرحمة محمد وآل محمد. اليوم نرى هذه الأم وهي ترفع راية النصر، راية الولاء، راية الطاعة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي باكية حزينة مواسية حقيقية لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله. فهنيئا لها هذه الزيارة وهنيئا لها هذه المواساة. نعم مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم ومعي سماحة الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم شيخنا. لنا ولكم الأجر إن شاء الله، عظم الله لنا لكم الأجر ولنا ولجميع الشيعة أمير المؤمنين بهذا المصاب الجلل. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن جميع المؤمنين هذه المسيرة الثابتة إن شاء الله لنصرة الإمام الحسين وجميع أهل البيت. سمحت الشيخ، لقناة كربلاء من خلال تجواننا بالمحاور في كل يوم لدينا موضوع يعني نتحاور فيه، نتكلم عنه، نتحدث عنه. تارة يكون عن الشهداء، تارة يكون عن الكرم الحسيني، تارة يكون عن إصلاح الإمام الحسين. اليوم موضوعنا عن الصلاة، الصلاة والتزام زوار الإمام الحسين عليه السلام بالصلاة، بأوقات الصلاة، بالفقه، بالعقائد، بكل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي القضية الصلاة قضية مهمة جدا، ولذلك هي الإمام الحسين نفسه سلام الله عليه يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ومن ضمن الأمور الإصلاحية لقضية الإمام الحسين هي قضية الصلاة، ولذلك احنا دائما يكثرون من عندها قضية الخطباء ورجال الدين في على المنبر وحتى في مسيرنا هذا على إلى طريق كربلاء، نؤكد على قضية الصلاة والالتزام بالصلاة، بحيث أنه من يأتي وقت الأذان أنه يكون الناس يعني تترك المسير وتتقيد بقضية الصلاة، لأن قضية الصلاة بعد الصلاة عمود الدين. فلذلك يجب على المؤمنين جميعا الالتزام بهذه القضية، ومو فقط هي قضية الصلاة وإنما هي قضية عامة، لكن هاي كنقطة أساسية هي قضية الصلاة، وإلا كثير من النقاط المهمة اللي هي من واجب دور المؤمن والسائر إلى كربلاء اللي بيها قضية نصرة الإمام الحسين. ولذلك تشوف الإمام العباس سلام الله عليه من خرج وقطعوا إيده ومش يقول إن والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، وبعد شنو؟ وعن إمام صادق اليقيني. فإحنا هذا مسيرنا هو أيضا دفاع عن أهل البيت سلام الله عليهم. نسأل الله أن يكون يتقبل منا هذا وتكون أعمالنا ونياتنا خالصة وصادقة. باعتبار أنت مكلف بنشر الثقافة الدينية، التوعية الدينية، الفقه، العقائد، من خلال تنقلكم وتنقلكم ما بين هذا الطريق من بغداد إلى كربلاء، تكون عندكم فد وقفات يعني سريعة توجيهية للزائرين؟ ان شاء الله هذه موجوده ان شاء الله، وان كان هي مقيده بقضيه وجود السماعات، لان تعرف هسه انا متكلم وياك هسه يجوز على الشاشه تطلع هاي الاصوات بها دور اعلام، لان هو الدور الاعلامي جدا مهم. فان دور وقفات انه متى ما وجدت هذه السماعات وخصوصا بالمواكب نتكلم نتحدث عن بعض النقاط المهمه، لان الدور الاعلامي جدا مهم. وإلا هو أصلاً مسير زينب سلام الله عليها والإمام السجاد بعد قتل الحسين هو كان دورهم هو دور إعلامي، لأنه الإمام الحسين عندما قتل أرادوا ذولا أعداء الإمام الحسين أن يطمسوا دين محمد وآل محمد، لكن من اللي نشره؟ هو الإمام السجاد سلام الله عليه وزينب. مو فقط لا في مسيرهم إلى الكوفة إلى الشام، أي هذا دورهم كان جداً فعال، بحيث اللي نعرف عنهم أنه ذولا خوارج، لكن كانوا الإمام السجاد من إجا أحد الأشخاص
وشتمه وحكى علي وكذا، قال للامام سجاد ما رد، يعني رد علي بنفس الاسلوب، لا، قال له انت قريت قران؟ قال له اي قريت قران. قال له الم تقرا قوله تعالى انما يريد الله يذهب عنكم رجس اهل البيت؟ قال له نحن اهل البيت. فهذا تفاجئ من القضيه، لذلك عرفوا انه هم ذولا مو خوارج، لا، ذولا هم اهل البيت نفسهم. شكرا جزيلا لك الله يحفظكم، نسال الله القبول منا ومنكم جميعا ان شاء الله. الله مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم. السلام عليكم حجينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله اجرك، عظم الله اجركم. بالبدايه نرفع احر ايات تعازي الى مقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والى مراجع الدين والعلماء العاملين، والى الامه الاسلاميه جمعاء، وإلى زوار وخدام الأبي عبد الله الحسين عليه السلام بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة أنا أريد أقول أنه إحنا اليوم هاي الناس وهاي الجموع الخيرة هاي المباركة اللي خرجت بهذا الشكل بهذا الجمع المليوني، هي إنما تعبر عن ولائها وعن التزامها بمنهج أهل البيت سلام الله عليهم، باعتبار هاي فرصة للتعبير عن التزامنا وعن تمسكنا بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وأنه هاي المسيرة هي إن شاء الله مستمرة وخالدة بما يقدمه هؤلاء الناس من خدمات ومن طعام ومأكل ومشرب إلى زوار الحسين. هذا عامل ساعد المشاة على الاستمرار بهذه الزيارة المباركة. طبعا إحنا عدنا مواكب وعدنا مشاة هنا على هذا الطريق، الواجبات المهمة نحاول نركز عليها، يعني كلا حسب دوره، مثل ما قلت جنابه قبل قليل مع الشيخ، الالتزام بالصلاة، الالتزام بالأمور العقائدية، الالتزام بالأمور الأخلاقية والاجتماعية والأدبية، التعامل الأخلاقي فيما بيناتنا، باعتبار هاي فرصة اليوم، فرصة أنه نراجع نفسنا، باعتبار إحنا ماشيين على طريق الحسين، والحسين اليوم هو يمثل قدوة حسنة إلنا، واجبنا أنه يكون نلتزم بمنهج الحسين، بطريقة الحسين، بأخلاق الحسين، بدين الحسين سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أن يوفق الزوار، أن يوفق خدام المواكب الحسينية جزاهم الله خير، أن يوفقهم للسير على هذا المنهج، لأنه اليوم إحنا العالم كله يباوعنا، يباوع على هذه المظاهر، يباوع على هذه المسيرة المليونية. كلما تمسكنا بطريق الحسين، بأخلاق الحسين، بدين الحسين، إنما إحنا نعكس الصورة الطيبة للحسين وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. المطلوب اليوم من زوار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام نعكس الصورة الجميلة. تمام، هو هذا المطلوب. إحنا يعني هسه مع جل احترامنا لهذا العزاء وهذه المسيرة واللطم، ولكن يبقى الأمر الآخر اللي هو كون نتغير بما في داخلنا، مثل ما قلت هاي فرصة اليوم، فرصة اليوم حتى نثبت احنا فعلا حسينيين، بايش؟ باخلاقنا، بالتزامنا، بديننا، بالمحافظه على الصلاه، بتعاوننا، وهي هاي فرصه اليوم حتى نثبت هذا الولاء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم ومن جميع خدام وزار الحسين هذا العزاء، مواساة لرسول الله ولامير المؤمنين ولفاطمه الزهراء والام المعصومين ولمقام سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. الله يبارك فيكم، تقبل الله منكم ان شاء الله اعمالكم وزيارتكم وطاعتكم بحق محمد وال محمد. مشاهدينا الكرام، ننتقل الى الاخ حيدر نصرت المنضم معي في هذا المحور، فمع حيدر ان شاء الله تعالى. شكرا لك زميلي علاء الجليزي، وشكرا لضيوفك الكرام. نعم اعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بهذه التغطيه من منطقه الدوره، وصلنا الى هذه المنطقه صباح هذا اليوم وما زلنا مستمرين بهذه الخدمه. اليوم ان شاء الله يكون محورنا عن الصلاه. حقيقة في هذا الطريق، وهو ما أريد التكلم عن هذه النقطة جدا مهمة، في طريق الإمام الحسين سلام الله عليه، عندما كنا في منفذ الشيب أو في منفذ زرباطية أو المنذرية والمدن التي سلكناها والتي قمنا بتغطية الزيارة فيها، حقيقة شاهدنا هناك نوع من التنظيم بالنسبة لأصحاب المواكب وقت الصلاة، يقومون بإطفاء مكبرات الصوت، بإيقاف القصائد، وبث القرآن قبل الصلاة بدقائق قبل الأذان، تقريبا بربع ساعة أو 10 دقائق، ومن ثم وقت الأذان يقومون ببث الأذان. أيضا يقف أصحاب المواكب لدعوة الزوار للصلاة. طبعا عندما نقول أنه الصلاة واجبة ويجب إقامتها وأدائها في وقتها، يجب أن نهيئ
الأماكن لأداء الصلاة. أنتم تعرفون أن هذا طريق، وبالتالي هذا الطريق يعني ربما الصحيات تكون في مكان بعيد أو ربما الخيمة غير جاهزة، لكن عندما نهيئ كافة المستلزمات وندعو الزائر للصلاة يأتي يعني يؤدي صلاته بأريحية تامة. بالتالي اليوم نشاهد أصحاب المواكب حقيقة يشددون على هذه النقطة بدعوة الزوار لأداء الصلاة، حتى مواعيد توزيع الطعام الغداء والعشاء هم يوقتونها بعد أذاني يعني أذان الظهر، وبالنسبة لصلاة الظهرين، وبعد أذان صلاة المغرب بالنسبة ل يعني وجبة العشاء بعد أذان صلاة المغرب. هذا كله نوع من التنظيم، نوع من الترتيب في عمل المواكب الذي نشاهده في هذا العام في طريق زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم أعزائي المشاهدين، هذه انتقالة إلى الزملاء في مدينة الإمام الحسين سلام الله عليه للزائرين فإلى هناك.